إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إننا في هذا الشهر العظيم مقبلون على أعظم أيامه وأفضلها عند الله عز وجل، يوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو يوم من أيام الله. نعم يا عباد الله، هو يوم من أيام الله، يوم الفرقان بين الشرك والإيمان. نصر الله عز وجل فيه جنده، نصر الله عز وجل فيه نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام على أطغى أهل الأرض، على فرعون وجنده. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الحال التي كان عليها فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام في يوم الفرقان، قال سبحانه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قصة عظيمة أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه تطويلاً واختصاراً وإشارةً وتصريحاً، كل ذلك لبيان عظمة هذه القصة وما حصل فيها من نصر الله عز وجل لأوليائه، وأن أخزى الله عز وجل أعداءه من المشركين والكافرين والملحدين. فيوم عاشوراء يوم عظيم، يوم من أيام الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، كانت كثير من الملل تعظم هذا اليوم، ومنها قريش التي كانت إذ ذاك على الكفر والشرك والوثنية. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت قريش تعظم يوم عاشوراء، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة، أي تعظيماً لهذا اليوم. وهذا من بقايا دين إبراهيم الذي بقي في قريش حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. فيوم عاشوراء يا عباد الله، فضله عند الله عظيم، وقدره عند الله كبير، فعظِّموه كما عظَّمه الله عز وجل، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أعظم ما يعظم به هذا اليوم أن يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترتب على صيامه فضل عظيم وأجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية.
فعلينا يا عباد الله أن نعظمه بالصيام كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصحابة في صيام يوم عاشوراء، وكان يطلبه طلبًا يطلب فضله على سائر الأيام. سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء، فقال رضي الله عنه: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فضل يوم على سائر الأيام كهذا اليوم أي يوم عاشوراء، ولا شهرًا كهذا الشهر أي شهر رمضان. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويتعاهدنا عند صيام عاشوراء. وكل ذلك يا عباد الله حتى يدرك الناس فضل هذا اليوم بالصيام، فضل هذا اليوم بالصيام. وقد كان الصحابة والسلف يحرصون على صيامه ويصومون الصبيان حتى أنهم يعطونهم من اللعب من العهن وغيرها حتى يلهون عن الطعام والشراب فيصومون هذا اليوم العظيم. فعظموا هذا اليوم كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما عظمه الصحابة والسلف. عباد الله، إن يوم عاشوراء يوم يتذكر فيه المرء الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين. نعم يا عباد الله، إنه الفرقان بين الشرك والإيمان، فمن عرف هذا الأمر فإنه يوالي أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الشرك والطغيان. ولذلك يا عباد الله، خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في هذا اليوم العظيم من أجل هذا الأمر العظيم، وهو الولاء والبراء ومخالفة المشركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن المسائل المتعلقة بصيام يوم عاشوراء مراتب صيامه. فالصحيح في هذه المسألة من أقوال أهل العلم أن صيام يوم عاشوراء على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يصام التاسع مع العاشر، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فعله في آخر حياته، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود. فهذه هي المرتبة الأولى وهي أفضل المراتب. والمرتبة الثانية أن يصام يوم عاشوراء وحده، ولا يكره أن يفرد بالصيام، لأن الفضل مترتب على صيامه. وأما صيام يوم قبله فهذا زيادة في الأجر وزيادة في الفعل. فهاتان مرتبتان في صيام يوم عاشوراء. ومن صام يوما قبله ويوما بعده، أو صام يوم عاشوراء ويوما بعده، كل ذلك لا بأس، والأمر في ذلك واسع. ومن الأمور المتعلقة يا عباد الله بيوم عاشوراء ما يشبه به أعداء الإسلام وأعداء السنة من التشكيك في صيام يوم عاشوراء. فمما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ورأى اليهود يصومون، فسألهم عن الصيام، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فأمر الناس بصيامه. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء في شهر ربيع الأول؟ وأرادوا بذلك تشكيك الناس في السنة النبوية الصحيحة
والرد عليهم من وجوه: أولاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة في شهر ربيع الأول بلا شك ولا ريب، ولكن هل رأى اليهود في شهر ربيع الأول؟ فالعرب يا عباد الله كانت تحذف الكلام الذي يعرف من السياق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة ودخلها في شهر ربيع الأول بقي سنة ثم رأى اليهود، وهذا معلوم في لغة العرب أنهم كانوا يحذفون الكلام الذي يعرف من السياق. فليس المراد من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة في شهر ربيع الأول رآهم يصومون في ربيع الأول، بل عندما جاء المدينة ومكث سنة ورآهم يصومون يوم عاشوراء سألهم عن ذلك. فهذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني في الرد عليهم أن الأمر على ظاهره وحقيقته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون عاشوراء في ربيع الأول، وهذا لأن اليهود كانوا يعتمدون على الأشهر الشمسية ولا يعتمدون على الأشهر القمرية التي فيها مواقيت الناس والشرع. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكانت اليهود تعتمد على الأشهر الشمسية، ومن اعتمد عليها فإنه لا بد أن يقع في الخطأ ولا يصوم يوم عاشوراء في وقته المحدد الشرعي. والوجه الثالث في الرد عليهم بأن اليهود والمشركين كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وكانت اليهود ممن يفعل ذلك، يحلون الحلال، يحلون الحرام ويحرمون الحلال. فإذا فعلوا ذلك فإنهم سيقعون في مخالفة صيام يوم عاشوراء في وقته الشرعي. ومما يلبس به المبطلون يا عباد الله في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تشبه باليهود في صيام يوم عاشوراء، ورد عليهم من وجوه: أولاً، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء مع قريش في الجاهلية، وكان يصومه في مكة بعد أن بعث بالنبوة، وصامه عندما جاء إلى المدينة. فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه باليهود؟ بل إنه كان يصومه مع قريش قبل أن يرى اليهود. فهذا رد عليهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متشبها باليهود، وإنما سؤاله لليهود هو سؤال استفهام واستعلام لا سؤال اقتداء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بموسى من اليهود، لأن الأنبياء أولى ببعضهم والمؤمنون أولى ببعضهم. ومن الرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف اليهود في صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولم يتخذه عيدا، وإن اليهود قد صاموه واتخذوه عيدا. وهذا من تناقضهم أنهم يصومون يوم الأعياد فالأعياد لا تصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه ولم يتخذه عيدا. فهذه أول مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وخالفهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في العدد والصفة، فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تشبه باليهود؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.
اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.